طبعا سمكة السيلا كانف الفورة زي ما انتم شايفين، صورها فيديو. طبعا هاي الزعانف، هاي الزعانف الظهرية، الزعانف الظهرية الأولى، الزعانف الظهرية الثانية، وبعدين عندنا الزعانف البطنية 3 زعانف. هاي الزعنفة الأولى الأمامية، هاي الزعنفة الوسطى، وهاي الزعنفة الذيلية اللي هي الزعنفة القريبة من الذيل. وبعدين عندنا طبعا الذيل اللي هو المميز في سمكة السيلة كانت أو سمكة القنبيزة المشهورة. طبعا هذه من الأسماك اللي صار عليها كلام كثير جدا لأنه انقرضت، وبعدين عثروا على عينات حية في منطقة جزر القمر وجنوب أفريقيا وأيضا في أندونيسيا. طبعا هذه ناخذ قياسات الآن، هذه قياسات أخذناها للعينة اللي أمامنا، موجودة طبعا عينة في متحف التاريخ الطبيعي في الشارقة. بس هيك خذي اللايك، لا هي شغالة هي. طبعا هذه عينة نقوم الآن بقياساتها، أخذنا بقياسات بشكل رئيسي، عينة واضحة طبعا، الحفير الحفورة واضحة جدا، نستطيع نشوف في الأجزاء الرئيسية منطقة الرأس ومنطقة الصدر والبطن ومنطقة الذيل مع الزعانف، الزعانف واضحة، وأيضا اللي هي الزعنفة وشكل الزعنفة وشكل الذيل أيضا وشكل الذيل المميز الموجود في تدبيب في الخلف واضحة جدا في هذه العينة. طبعا هلا بنشوف في إمكانية لتحديد نوعها تابع لأي نوع من الأحفر. وشكرا جزيلا طبعا لمتحف التاريخ الطبيعي وللأخوات والموجودين اللي ساعدونا في هذا القياس. شكرا جزيلا.